اخويا اليوم جينا نتفرجوا في الرجاء. حنا واخا هاد المشاكل كامله وهاد الكوارث اللي واقعه باقيين حنا كنجيو نساندوا الفريق. حنا الفريق اللي كيهمنا واخا تبقى على السلسله ديال الكلب ديال العساس، ماشي حتى الكلب والعساس. اما داك المكتب وداك الشيء راه كلشي خاص الطابه وحده، خاص الكراطه وحده الشيء. راه حنا المهم حنا راه كنجيو نعاونوا هالفرقه باش ما تطيحش الارض. هاد الشيء اللي كاين معاك ولدك صغيور. واخويا هذا راه جاوي من صغرو، هذا راه من صغرو، راه با وجدو ومو كلشي راه جاو. واش بغيت شي يطلع ليا حولي؟ خصو يطلع ليا رجاوي. ضروري ضروري هذاك الشيء اللي كنتمناو. مادام بنادم جاي وخويا الرساله بغا نوجه للعابه هي يترجلوا معاه. حنا راه كي كيشوفوا الجمهور راه كيموتوا وكيطيحوا وكينوم، ولكن راه خاصهم هما يترجلوا معنا. ماشي يقول هذيك اللعيبه ديال كي ربحت كي ما ربحتش راه غيمشي ليا غبريم سالير ديالي شادو. راه كاع لعبنا كره، ولكن خاصو يلعب على التوني ماشي على البريم ولا على الصالير، خاصو يلعب على التوني. السلام عليكم. اول حاجه تحيه لجميع الجمهور الرجاء البيضاوي داخل المغرب وخارج المغرب. رغم الخساره المدله ضد الفريق الاهلي المصري اللي الفريق كبير وفريق عريق، وجينا شجعنا الرجاء ضد وجده، وجينا دابا عاوتاني نشجعهم ضد الدفاع الحسني الجديدي. فريق كبير فريق عريق مثل الرجاء البيضاوي عنده جمهور اللي كيجي يشجعوا رغم الخساره رغم اي حاجه كيجي يشجعوا. كنتمناو ان شاء الله من هذه الاداره ديال الرجاء البيضاوي ياخذوا بعين الاعتبار وياخذوا يديروا مجهود كيف ما كيديروا مجهود هذا الجمهور هذا اللي كيضحي بالوقت ديالو، يضحي بالعمل ديالو، يضحي بكل شيء. بغينا نقولوا الانيس محفوظ شوف بعين الاعتبار وضحي حتى شويه ورجل الامور ديالك. الاسباب اخويا الاداره الرجاء البيضاوي تخلوا على الركائز، حنا راه لاعبين على عصبه الابطال ونبيعوا ثلاثه اللعابه اللي هما اللي فيك شيف تقريبا اللي كنا لاعبين بها العصبه. انت مادام بعتي ثلاثه اللعابه وما جبتيش البدائل ديالهم كنا كنشوفوا حنا هادشي، كنا عارفين بان حنا راه ما غنمشوش مزيان. حنا الجمهور ديال الرجاء كنفهموا في الكره، كنا عارفين حنايا راه بان الرجاء ما غتمشيش مزيان في العصبه. حنت بعتي ثلاثه لعابه من الركائز وجبتي 10 لعابه حتى شي واحد ما فادنا في عصبه الابطال. ديما خضره، حنا ديما تنجيو نساندوا الخضره، تنساندوا حتى الموج كاع الماتشات تنساندوه. هاني رغم الخساره ضد الاهلي وتعادلنا معاهم هنايا وهاني ما كاينش المشكل، ديما خضره كنحبوا الرجاء وكرين بويز حتى الموج. وديما رجاء كنتمناو يقعدوا هذا المكتب تقعد معنا شويه، راه ما كاينينش لا لعابه لا والو. بنادم راه كيدخل جابوا لعابه بوطويل ما عمرنا ما شفناه، المختار هذاك يونس مختار ما عمرنا حتى هو ما شفناه، يونس مختار ما عمرنا ما شفناه، هذاك مرابط ديما مطايف معاه ديما ما كيلعبش. اللي جايبينه ما بغاوهمش يصيفطوهم في حالاتهم ويجيبوا لنا الدراري اللي يلعبوا. شكرا. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.